مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا وليلة جديدة تجمعنا وإياكم في ليالي الكويت. يا رب إن شاء الله تكونون بأمن وأمان دائما وأبدا. مساء الخير عبد الله. مساء الخير غادة، مساء عليكم مشاهدينا، ومثل ما كل يوم قاعد نتواصل معاكم في هذه الظروف اللي هي بلا شك استثنائية أكيد على دولة الكويت، لكن نبي يكون في يمكن إضافة للجهود الحكومية اللي قاعد نشوفها اليوم من جميع المسؤولين على رأس الدولة، نبي أيضا الشعب يكون شوي ياخذ الامور اكثر بجديه، نبعد شوي عن يمكن الواتسابات اللي قاعد توصلنا، الضحك اللي ساعات نشوفه، فان شاء الله ما في الا العافيه. اليوم وزاره الصحه مو مقصره، قاعد تعطينا اخر المستجدات الموجوده، وايضا من خلال وزاره الاعلام، الداخليه، الخارجيه، كل هذه الوسائل قاعدين تاخذون منها الاخبار مشاهدينا بعيدا عن الاشاعات. فعلا اليوم انتشرت اكثر من اشاعه، وللاسف يعني ان تداولوها الناس بشكل كبير. يمكن من اهم هذه الإشاعات خبر استقالة معالي وزير الصحة اللي رجع وأكد عدم وجود مثل هذا الخبر نهائيا، وتم نفي هذا الخبر أيضا من قبل الناطق الرسمي باسم حكومة الكويت. وأيضا في العديد من الأخبار راح نتناولها وإياكم اليوم. يمكن من أهم النقاط اللي أصدرت اليوم أيضا في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة عن وجود حالتين جدد، أصبح العدد 65 حالة، يمكن فيهم ثلاث حالات حرجة أو بالعناية المركزة، وهي حالة واحدة هي الحالة الحرجة لكبر السن. هو تصدق يعني كل التقارير اللي قاعدة أقراها من كل وزارات الصحة في العالم يقولون يعني أكثر ناس معرضين لأن فيروس كورونا يأذيهم أكثر هم اللي فوق الستين. أصحاب من العمر بعد. اللي عمره فوق الستين ممكن أن تكون الحالة عنده شوية صعبة، لكن إحنا نتمنى إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع، ونقول ترى الستين أنتوا للحين شباب، بس يحتاج أن أنتوا تنتبهون لنفسكم وديرون بالكم على صحتكم أكيد. يعني أكثر. المناعة تلعب دور جدا مهم في جداً هذا المرض. يمكن اليوم وإحنا ذكرنا شلون تتناقلون الأخبار، موقع تم استحداثه اليوم من وزارة الصحة قاعد نشوفه معاكم الحين على الشاشة، في أبديت كل ما يخص الحالات الموجودة في الكويت، أيضا حتى عدد عدد اللي موجودين في الحجر الصحي، أعدادهم مختلفة في أماكنهم مختلفة، اللي في الحجر الصحي، اللي في العناية المركزة، واللي في الحجز الطبي، كلهم موجودين أعتقد. أيضا اللي تشافوا واللي طلعوا، كل يوم قاعدين نسمع عن حالات جديدة أيضا يتم ترخيصها من الحجر الصحي، وهذا شيء وايد يبشر بالخير إن شاء الله. اليوم بعد أيضا كان في مؤتمر صحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة سيد طارق المزغم، وأعلن من خلاله عدة نقاط، كان أهمها منع إصدار سمات الدخول للبلاد وحصرها على البعثات الدبلوماسية بعد موافقة وزارة الصحة. أكيد. واليوم صدر أيضا قرار إغلاق كافة صالات السينما والمسارح وصالات الفنادق والصالات المؤقتة للأفراح، سواء الاحتفالات العامة أو الخاصة، كلها تم إغلاقها حتى إشعار آخر. وأنتم عارفين التجمعات في الفترة هذه صعبة جدا ومضرة للجميع. نعم، وعد من القرارات اللي كانت اليوم إلزام كافة الجهات الحكومية بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي، سواء يعني الحجر المنزلي أو الحجر الصحي في أماكن الحجر، إن ما يداومون خلال هذه الفترة القادمة. أكيد. ومن ضمن الأمور أيضا كانت دعوات لوقف النشاط الرياضي عندنا بالكويت، وقف كافة المباريات الودية والرسمية حتى إشعار آخر، وتمديد أيضا القرار اللي أنا أعتبره وايد مهم، كوني ولية أمر يعني، وكنت وايد أحاتي الموضوع هذا، والحمد لله عساهم على القوة. مجلس الوزراء قرر اليوم تمديد تعطيل الدراسة في جميع مدارس الكويت والكليات والجامعات الحكومية والخاصة وأيضا العسكرية وكل المراكز التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين إن شاء الله لغاية 15 مارس.
بإذن الله يعني نحاول إن احنا خلال الفترة القادمة من بعد 15 مارس لغاية 26 الشهر الجاري نحاول إن احنا خلال الفترة الجاية أيضا أن نهتم أكثر بعدم انتشار هذا الفيروس، عدم وجودنا في تجمعات مختلفة. فيمكن هذه كانت أهم النقاط اللي موجودة في المؤتمر. ذكرت أن العطلة هذه عطلة لأن يلتزمون أولياء الأمور بالمحافظة على أبنائهم، فهي مو عطلة أو إجازة للخروج. عامة بالدولة للخروج إلى الأماكن العامة، ممكن لا سمح الله ينتشر يعني هذا الوباء. إحنا الحين الحمد لله الأمور يعني مسيطر عليها الحمد لله في جهود أكيد كل وزارات الدولة المختلفة. نعم. يمكن تكلمنا قبل شوي على إغلاق المسارح وإغلاق الصالات العامة وإغلاق السينمات، ففي هني جهود خاصة بوزارة الإعلام، وإحنا راح نتكلم الحين وياكم مشاهدينا عن هذه الجهود. اللي راح يكون معانا على الخط أكيد السيد محمد عواش، وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات ورئيس لجنة الخطاب الإعلامي. مساك الله بالخير. مساء الخير زميل عبد الله، ومساء الخير زميلتنا غادة، والتحية من خلالكم لكل العاملين في هذا البرنامج الذي ينقل تطلعات وينقل متابعات المواطنين إذا هذا الفيروس ربي يحمي الكويت وكل آمين. مواطن وكل مقيم منها إن شاء الله. آمين يا رب. يعني أستاذ محمد، إحنا دائما من خلال وزارة الإعلام نشكر جميع الجهات في دولة الكويت وجميع الوزارات، والحين من خلال ليالي الكويت احنا حابين ايضا نشكر كل جنود وزارة الاعلام اللي قايمين بشغلهم على اكمل وجه علشان يقدرون يوصلون كل القرارات الحكومية اللي قاعدة تصدر بصورة يومية عبر شاشات تلفزيون الكويت وايضا الاذاعات الخاصة عندنا داخل الكويت واللي تبث ايضا عبر اثيرها للعالم كله. فاستاذ محمد يعطيكم الف عافية وشكرا لوجودك معنا، وحابين نتكلم شوية عن موضوع إغلاق دور السينما، الصالات الخاصة، المسارح، الأمور هذه كلها. صحيح، بس إذا أذنتي لي زميلتي الفاضلة في بداية هذا اللقاء أنا أحب يعني أخذ كلمة طيبة قلتوها أثناء عرضكم لبداية الحلقة، وأنا أناشد كل مقيم، أناشد كل مواطن بالابتعاد عن الشائعات والرجوع إلى المواقع الرسمية لوزارات ومؤسسات الدولة فيما يخص هذا الفيروس. ربي يحمي الكويت وكل مقيم فيه وكل مواطن. آمين. لا شك أن وزارة الإعلام تعمل ضمن منظومة الدولة وتعمل ضمن فريق متكامل من كل قطاعات وزارة الإعلام من خلال لجنة الطوارئ، وكانت تعليمات معالي الوزير محمد الجبري في هذا الخصوص، وسعادة وكيلة الوزارة أختنا منيرة الهويدي رئيسة لجنة الطوارئ. أيضا حرص الوزارة شكلت فريق خاص لهذه الأزمة من خلال فريق الطوارئ، واتخذت عدة إجراءات في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق قبل حتى منع دخول التردد على دور السينما وإلى آخره. منعنا الحفلات الخاصة من خلال إدارة المصنفات الفنية، حتى الشركات اللي أعطناهم تراخيص أيضا وقفنا هذه التراخيص حرصا على صحة المواطن والمقيم المترددين على تلك الحفلات. اليوم أيضا تم التواصل مع كافة دور السينما، وأنا هذه الرسالة أمانة أوجهها لأصحاب الشركات الخاصة في دور السينما لتعاونهم أمانة من اللحظة الأولى اللي بلغناهم فيها على طول، قالوا الساعة المباركة وصحة الكويت وصحة أهل الكويت وصحة كل مقيم هي فوق كل اعتبار، يعني مفضلين على كل المصالح الخاصة، وهذا نعم. شكر أنا أحب أوجه لهم أمانة. نعم. إذا سمحتي لي زميلتي الفاضلة أنا أحب أيضا أشكر شركائنا في القطاع الخاص من المؤسسات الإعلامية سواء الفضائيات أو الإذاعات الخاصة أو حتى وسائل النشر الإلكتروني اللي كانوا أمانة كلهم يعني عون للإعلام الكويتي. وحنا دائما نقول هذا الإعلام الوطني له جناحين، هو الجناح الإعلام الرسمي وجناح الإعلام الخاص.
أمانة يعني كان لهم دور كبير جدا في التعاون مع وزارة الإعلام في حملاتنا التوعوية، في نشر الفلاشات التوعوية الخاصة في هذا الشأن. جميل جدا. بعد المحسن، حضرتك رئيس لجنة الخطاب الإعلامي، وإحنا شفنا العديد من البروموشنات والدعايات وأيضا الأمور المسجلة صوت وصورة قاعدة تبث عبر الإذاعة والتلفزيون، وأيضا شفناها في مطار الكويت، شفناها في الشوارع، شفناها في الجمعيات التعاونية. كلمني عن هالموضوع. صحيح، لا شك ان وزاره الاعلام يعني بخلاف ما تقدمه القطاعات البرامجيه على مستوى الاذاعه وعلى مستوى التلفزيون وعلى مستوى الاخبار او حتى على مستوى التواصل الاجتماعي من خلال المواقع التابعه لوزاره الاعلام، حبت انها ايضا تكثف تلك التوعيه من خلال اساليب اعلانيه خاصه، سواء عن طريق الجمعيات التعاونيه مثل ما هو ظاهر امام الشاشه للمتابعين، او من خلال محطات الوقود، او من خلال محطات او من خلال مطار الكويت الدولي، وحتى ايضا بعض المجمعات التجاريه. حبينا نوعي الناس المترددين سواء على الجمعيات، على محطات الوقود، على مطار الكويت الدولي، او عبر تلك المجمعات التجاريه باهميه ان احنا ناخذ الحيطه، ناخذ الحذر من خلال التعامل مع هذا الفيروس. وكان تجاوب تلك المؤسسات جدا ايضا كبير، ونوجه لهم الشكر. احنا امانه زميلتي غاده، بس انا لو اقول بس رقم واحد يبين جهد اللي قدمونه زملائكم في وزاره الاعلام. انا بس في الاسبوع اللي في اسبوع واحد فقط عدد الطلعات اللي طلعوها مراسلين التلفزيون والاخبار 271 طلعة جولة، من خلال تقرير، من خلال تصوير، من خلال مشاركة، من خلال نقل حدث، بس في أسبوع واحد أكثر من 271 نشاط كبير جدا مراسلين. وغير الفلاشات اللي تعدت فوق 80 فلاش، وغير حرصنا على المقيم أيضا أكثر من 16 لغة حرصنا ننقلها لكل المقيمين على دولة الكويت. يبين حرص الوزارة، يبين حرص قيادات الوزارة، وأنتم أيضا زميلتي وزميلي عبد الله أيضا من خلال البرامج اللي تقدمونها الوزارة تحرص كل الحرص على ترجمة قرارات مجلس الوزراء الموقر اللي يرأسه سمو الشيخ صباح الخالد، وكل الوزراء الموقرين كل في مجاله. ووزارة الإعلام مثل ما قلت في بداية اللقاء هي جزء من هذه المنظومة. نعم أكيد أستاذ محمد. إذا بنتكلم شوي كونك رئيس لجنة الخطاب الإعلامي، نتكلم على دور هذه اللجنة، أهميتها في هذا الحدث الاستثنائي اللي قاعد تمر عليه الكويت. صحيح، لا شك أن حتى في الظروف العادية من المهم جدا توحيد الخطاب الإعلامي ما بين القطاعات البرامجية الإذاعة التلفزيون الأخبار والتواصل الاجتماعي، فما بالك في مثل هذه الظروف اللي تمر فيها الكويت ويمر فيها العالم. من المهم جدا أن المعلومة تكون موحدة، من المهم جدا أن الخطاب يكون موحد، من المهم جدا أن القطاعات البرامجية تعمل ضمن رتم واحد. لذلك أتت لجنة الخطاب الإعلامي لتنسق الأدوار ولتنسق الرسالات الإعلامية، لتنسق التوعية، ولتتواصل أيضا مع جهات الدولة المختصة ذات الشأن، لتكون رسالتنا واحدة حتى يطمئن المواطن ويطمئن المقيم فيما ينقل إليه من أخبار، فيما ينقل إليه من معلومات أنها جاية متسقة ومتناسقة. جميل جدا أستاذ محمد. احنا طبعا نشكركم جدا على هالمجهود وعلى هالنشاط الكبير، سواء الفلاشات والبرامج التوعوية اللي بكل اللغات اللي موجودة عندنا بالكويت لكل الجاليات اللي موجودة، وأيضا بلغة الإشارة تم وضع مثل هذه الفلاشات وهذه البرامج التوعوية. فإذا عندك كلمة أخيرة تحب توجهها لكل مشاهدينا عبر قناتنا الأولى، تفضل حضرتك. لا شك، نرجع ونأكد زميلتي غادة على ما بدأت وأنت أشرت لي في بداية حديثي، أن نناشد بكل محبة، نناشد بكل روح وطنية لكل متلقي لهذا الفيروس وأخباره، أن يبتعد كل البعد عن ما من شأنه أن يعني ينشر خبر بعيد عن الدقة، وأن يتحرى الدقة، وأن يرجع بالأول وبالأخير إلى المواقع الرسمية حتى يتابع مثل هذه الأخبار. وحنا نقول لهم أن الدولة بفضل تعليمات
سيدي صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء ومو مقصرة وقاعد تتابع أول بأول على كل الأنشطة وبكل القطاعات، لكن مناشدة للتحري الدقة ومناشدة للوصول للخبر من خلال المواقع الرسمية. نعم. جميل جدا ونشكرك كل الشكر لوكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات ورئيس لجنة الخطاب الإعلامي. وحابين نذكركم أن بعد نهاية البرنامج راح يتم بث المؤتمر الصحفي للسيد طارق المزرم وأهم النقاط اللي تناولها خلال هذا المؤتمر. نعم أكيد احنا نبي نذكر مرة ثانية أي خبر تتأكدون من صحته عندكم وزارة الإعلام، وزارة الصحة الداخلية الخارجية ومركز التواصل الحكومي، وأكيد يعني كونا ومجلس الوزراء كل هذه. والحين أصبحت المعلومة من الجهة الرسمية سهلة جدا، ومثل ما أنتم شايفين يمكن كل مؤسسة قاعدة تحط ويب سايت خاص تقول فيه كل أخبارها الرسمية علشان تأخذون الخبر وليس الإشاعة. راح نرجع لكم بعد شوي نبدي مع حضراتكم حلقتنا الليلة، فكونوا معنا في ليالي الكويت. اليوم في ليالي الكويت، العقيد طبيب رائد رضا التجلي، هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع. عادل السالم، مدير إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة. تحرص وزارة الإعلام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد على نشر مجموعة من الفواصل التوعوية في مجموعة من الأماكن من خلال العرض على الشاشات في مطار الكويت الدولي والجمعيات التعاونية ومحطات الوقود.
حياكم الله معنا من جديد، وبين فترة والثانية نحب يكون معنا مجموعة من المتطوعين والمتطوعات، واليوم منورينا داخل الاستوديو متطوعات من الهلال الأحمر الكويتي بشاير العربيد وحياة الصباح اللي موجودين معنا داخل الاستوديو. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. بشاير انت صرتي صديقة ليالي الكويت. أيوة حياك الله لثاني مرة عندنا. حياكم الله منورينا اكيد بليالي الكويت. خلنا نبدا مع حياة، نبي نتكلم على طبيعة عملك مع الهلال الأحمر، متى انضميتي لهم؟ أنا صار لي تقريبا سنة معاهم من أيام رمضان وبس والله. زين الحين في الفترة وين موقعك في مع بداية أزمة الكورونا اللي قاعد نعيشها بالكويت؟ صار لي كم يوم وأنا أروح الخيران أساعدهم وبشاير معي أكيد. بشاير كلمينا، احنا المرة اللي طافت كنا قاعد نتكلم على أساس أن كان بداية انتشار الفيروس والناس كانت خايفة وكذي، الحين الأمور شوية هدت، فشلون الوضع عندكم بالخيران الحين؟ الحمد لله توك كنا قاعد نسولف، لو تشوفين نسيات الناس شلون يوم مو يوم عن يوم حتى بالساعات قاعد تفرق معانا، وشلون الناس قاعدة تطخ وقاعدة تتقبل الوضع وقاعد تطمن إن في أحد معاها، في أحد قاعد يساعدها، في أحد قاعد يشوف احتياجاتها شنو محتاجة. الحمد لله وايد قاعد تفرق نفسياتهم. حلو. حياة الحين لما تروحين الخيران في اتصال مباشر بينك وبين الناس الموجودين في الحجر الصحي؟ إيه، بس أكثر شيء إن يتواصلون مع شو اسمه وزارة الصحة وزارة الداخلية ومساعد لنزلي معنا، واللي يبون إحنا نعطيهم إياه. مثلاً شنو الدور اللي منوط فيك في الفترة الحالية؟ تروحين شنو تشتغلين هناك؟ شو تسوين؟ نروح نوزع الريوق، الغداء، العشاء، أي شيء يحتاجونه إحنا نروح لهم ونساعدهم. حلو. إنزين مع البداية لما رحتي أول مرة، خاصة الحين في هذه الأزمة، كان في تخوف من أهلك في الموضوع؟ لا بالعكس، أهلي شجعوني أن أروح وأساعد الكويت، والكويت تستاهل صراحة. عددكم إيش كثر في المناوبة الواحدة؟ تقريبا 25 لـ30 شخص، وكل بين فترة وفترة يتغيرون، بس في يعني فوق يمكن 7 اللي يتمون 24 ساعة هناك يشيكون على الاحتياجات الأوادم وشنو يحتاجون. أول أيام لما بشاير غيتنا هني كنتوا يعني تواصلون الليل بالنهار، كان مبين عليكم التعب. الحين يعني مع الأسابيع اللي قاعد تمر فيها الأزمة، هل خف ضبط الشغل عليكم ولا شلون قاعد يصير الموضوع؟ إحنا كنا، أنا كنت مع أول دفعة اللي راحوا، فكنا تونا متصلين فينا وزارة الصحة علشان يبون يستعينون فينا. فإحنا أول دفعة اللي رحنا كان شوية في ضغط. صح. لأن ما كانت مترتبة الزامات والأشخاص يعني كانت في البداية. فعشان كذي كنا نداوم يعني نروح فترة طويلة، الشباب يباتون هناك. فبعد يعني أول فترة كان في يمكن ربكة بالترتيبات، ويوم عن يوم قاعد يتعدل الوضع. وبعدها حياتنا ما راحت مع الدفعات اللي بعدها. الحين كم ساعة تداومون؟ هو حق البنات نداوم من الصبح للعصر، وشباب حسب، في ناس نايمين هناك وفي ناس لا يردون، في شفتات معينة. حلو. إذا حياة أنت تدرسين، طالبة ولا تشغلين؟ إيه طالبة، للحين ما خلصت. حلو. أنت طالبة، في هالفترة مع تعطيل الدراسة اتجهتي إلى أنك تساعدين الأخوان الموجودين في الحجر الصحي. شنو شعورك وانت رايحه قاعده تساعدين في الفتره اللي تقولين من الصفر للعصر؟ وايد شعور انه فخر، والصج الكويت تستاهل، وحسيت انه سويت شيء بدال اقعد بس بالعطله قاعده اروح اساعد واتطوع، وشيء حلو الصراحه. جميل جدا. في مثلا مشاكل معينه، عراقيل معينه تواجهكم، صعوبات مثلا؟ والله انا بالنسبه لي يمكن اول فتره اللي هو التعامل مع نفسيات الناس والتنوع بردود فعلهم، لان مو كل شخص لما يواجه مشكله او خوف تكون رده فعله نفس الشخص الثاني. في ناس فيهم غضب، في ناس كانوا متضايقين، في ناس خايفين، في ناس متوترين، وفي ناس لا والله عايشين عادي ويعني متقبلين الوضع. فانا بالنسبه لي لما نواجه يعني نفسيات الناس شويه كان في مو صعوبه بس حذر، ولان انت تبين نحن رايحين نبي نحتويهم. حلو. نبي نقدم لهم المسانده والسند والدعم. في اي نواقص حاليا عندكم؟ لا الحمد لله كل شيء اوكي، والوضع وايد
مستقر. حلو الحمد لله. شنو تقولين حياة حق اليوم الطلبة والطالبات اللي يعني بالجامعة اللي مهيئين إنهم يطلعون معاكم ويساعدون يتطوعون في الهلال الأحمر؟ ترى وايد آمن، يعني إحنا يعني نشكر وزارة الصحة إن ساعدونا وعطونا أشياء، مثلاً قبل أن ندش لازم نلبس كفوف وماسك، وفي دكاترة قاعد يساعدونا مو بس ندش كذي، وشيء حلو نسوي شيء يعني الكويت تستاهل وكلنا بإيد واحدة والحمد لله. أكيد أكيد الكويت تستاهل، وكل هالجهود اليوم من أبناء الكويت شيء حلو لما يطلع يعني هذا الجهد منكم أنتوا شابات وشباب الكويت وتساعدون فيه مثل هذه الأزمة. احنا طبعا نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى نشوفكم دائما عندنا بليالي الكويت، وتظلون دائما قدها وقدود مثل ما يقولون، والكويتي فزاع والكويتية ايضا فزاعة. شكرا لكم وحياكم الله. لكم احلى تحية وصلتنا من الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، يحييكم على هذه الجهود الحلوة اللي قاعدين تقومون بها. شكرا لكم. راح نرجع لكم مشاهدينا بعد الفاصل وبقية فقرات ليالي الكويت، فخلكم معنا. بلدنا ويتطور معهم، تزدهر الكويت، هم الذين يرسمون مشاريعها ويحققونها لتزداد توسعا وازدهارا وينبض مستقبلها بالحياة. إنهم أبناء ديرتنا المهندسين والمعماريين حديثي التخرج. التحقوا ببرنامج تدريب وتأهيل المهندسين المعماريين حديثي التخرج، وكونوا قدوة في بناء وتطوير وطنكم الكويت. الصندوق الكويتي للتنمية. في ظل الظروف الراهنة والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، أيضا للقطاع العسكري استعدادات خاصة لحماية منتسبيه من خلال إجراءات عديدة سيتحدث عنها العقيد طبيب رائد التجلي من هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الحين في ليالي الكويت. مشاهدينا ما زلنا اكيد متواصلين معاكم ونتكلم على الاجراءات اللي تقوم فيها مؤسسات الدوله المختلفه للتصدي لفيروس كورونا. نرحب بالعقيد طبيب رائد غضة التجلي من هيئه الخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، امسي عليك اخوي عبد الله اختي غاده، وامسي على الساده المشاهدين، وسعيد تواجدي معاكم في برنامج ليالي الكويت. حياك الله وسعداء بوجودك معنا وعساكم على القوة إن شاء الله. وحابين نعرف أهم الأمور اللي قاعدين تقدمونها الحين واللي تسوونها والخطط يعني القادمة للحد من انتشار فيروس كورونا. طبعا تمت دعوة هيئة الخدمات الطبية
من قبل اللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية من قبل وزارة الصحة بتاريخ 2 فبراير 2020. وتم خلال الاجتماع هذا مناقشة الإجراءات الاحترازية اللي قامت فيها وزارة الصحة قبل تفشي هذا من 2 فبراير من قبل لا تظهر أي حالات عندنا بالكويت. دولة الكويت للأمانة يعني الإخوان في وزارة الصحة كان لهم السبق في أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. جميل. فلما تمت دعوتنا هناك تمت مناقشة الإجراءات اللي المتبعة من قبل الوزارة والإجراءات الاحترازية اللي قاموا فيها، وبعدها تمت مناقشة القرار الإداري رقم 420 لسنة 2020 اللي يستند على عدة قرارات وزارية سابقة بالإضافة إلى توصيات من WHO منظمة الصحة العالمية واللي يتكون من 9 مواد للحقيقة. فال9 مواد أهمها راح أذكر لكم مثال عليها. أول شيء دور الأطباء المعالجين، ثانيا الفحص المخبري، ثالثا دور إجراءات العزل، عزل المريض، رابعا دور الطب الوقائي، خامسا دور الطب الوقائي في المراكز الصحية، بالإضافة إلى إجراءات المنافذ. فأحنا كهيئة الخدمات الطبية بعد الاجتماع هذا قررنا أن نطبق القرار الإداري رقم 420 لأن في جميع الخطوات اللي احنا محتاجينها للتصدي لهذا الفيروس. فبس أحب أوضح شغلة لكم أن اليوم هيئة الخدمات الطبية فيها مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة وفيها المجمع الطبي العسكري الشمالي الواقع في منطقة سعد العبد الله. نعم. عشان لا أبخس للإخوان حقهم في المجمع الطبي العسكري الشمالي تم تشكيل فريق يتبع مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة وفريق يتبع المجمع الطبي العسكري الشمالي. شنو مهام الفريقين؟ المهمة الأولى أن فعلا متابعة التوصيات الصادرة لتنفيذ قرار 420 لسنة 2020. المهمة الثانية حصر المستلزمات الطبية وتوفير النواقص. المهمة الثالثة التنسيق مع جهات الدولة الأخرى وكذلك مع الدول الصديقة. المهمة الرابعة والأهم هي الدعم الطبي الفعلي عند الطلب والحاجة. وأنا بيوقف عند النقطة الأخيرة هذه اللي مالت الطب تقديم الدعم الطبي لأن احنا أول جهة للأمانة نفخر كهيئة الخدمات الطبية وزارة الدفاع أن احنا أول جهة قدمنا الدعم الطبي الفعلي لإخواننا في وزارة الصحة بناء على طلب منهم والأمانة وبتوجيهات من معالي رئيس نائب مجلس الوزراء ووزير الدفاع وبتوجيهات من سيدي سعادة رئيس الأركان وسيدي نائب رئيس سعادة الأركان بالإضافة إلى دعم مباشر من رئيس هيئة الخدمات الطبية. نعم أكيد رضا، قلت بداية كلامك أن في جهات معينة قاعد يتم التنسيق من خلالها لهذه الإجراءات الاحترازية. نعم. مثل شنو هذه الجهات؟ مثلا إحنا اليوم لما نتكلم إحنا نكون صريحين شوي، اليوم وزارة الصحة هي قاعد تقود الإجراءات. صحيح. فإحنا تنسيق تام معهم مع أكثر من قسم، يعني على سبيل المثال الحصر قسم منع العدوى، قسم المستودعات الطبية، الطوارئ الطبية، كل هالأقسام هذه احنا على تعاون وثيق معهم للأمانة. فهذا الشيء طبعا نشكرهم عليه ومو مقصرين معانا يعني لأبعد الحدود. في بعد المناسبات الثانية مثلا احنا كنا في اجتماعات حضرناها باجتماعات مع وزارة التجارة كانت بتاريخ 28-29 فبراير، فتمخض هذا الاجتماع عن يمكن الدور اللي ما حد يدري عنه للأمانة ويمكن ظاهر للناس انه دور سهل هو جلب الكمامات من جمهورية التركية. بالعكس احنا سلطنا الضوء في ليالي الكويت عن هالموضوع لأن فعلا يبتوها برقم قياسي بوقت قياسي وعساكم على القوة. تصورين حجم المجهود المبذول خاصة من قبل هيئة العمليات والخطط، هيئة العمليات المشتركة والدور الأبرز للقوة الجوية. القوة الجوية يعني شيء الكويتية. مجهود يشكر عليه وما لو أقدر يعني أتكلم فيه ما راح أوفي حقه صراحة. أكيد يعني يعطيهم ألف عافية في القوة الجوية الكويتية، لكن أيضا عندنا بالكويت قوات صديقة من دول. نعم. صديقة موجودة عندنا بالكويت، شلون الإجراءات اللي تتم لهذه القوات؟ طبعا دولة الكويت دولة ذات سيادة وقانون ومؤسسات.
فبالنهايه الاجراءات والقوانين اللي تصدر من جميع الوزارات تطبق على العموم على الجميع، يعني ما في اليوم واحد يستثنى من تطبيق هذه القرارات. فاحنا اعطيك على سبيل المثال اليوم معظم التعاميم اللي تصدر من وزاره الصحه النسق مع القوات الصديقه بحيث ان نقول لهم بالضبط شنو لازم يسوون ويطبقون، لان ما نبي نتحمل تبعات اي 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 خروج عن هذه التعاميم. نعم. طيب يعني عادة لما تكون في مثل خطط الطوارئ هذه الخاصة بالأوبئة، يمكن أول مرة إحنا نعيش نفس هذه الحالة عندنا بالكويت، في العالم كله من زمان ما صارت يعني أمور وخطط وطريقة لاحتواء فيروس أو مرض بهذا الشكل. حاليا حضرتك ذكرت أن وزارة الصحة هي التي تقود العملية، متى المفروض مثلا وزارة الدفاع تستلم القيادة؟ احنا للأمانة احنا يعني ما في اليوم، يعني لما الله لا يقول ان شاء الله اذا لا سمح الله في المستقبل نقول على مع زيادة الأعداد او تطور انه لا يوصل حق وباء بالضبط. فاليوم الحمد لله حتى يعني WHO قالت ان هذا مو وباء، يعني هذا للحين ما وصل لمرحلة الوباء، لكن احنا مستعدين للأمانة. يعني كان في اجتماع قبل فترة بسيطة كانوا مع الإخوان في وزارة الداخلية، لجنة الاحتراز عفوا لجنة الاحتواء الطبي، كان حطينا الخطط لمواجهة مثل هذه الاحتمالات وان شاء الله يعني قاعد شغالين. تعرفنا عليها اكثر على هذه اللجنة، لجنة الاحتواء يعني الطبي. اللجنة هذه تتكون من إدارة عامة للدفاع المدني، الحرس الوطني، الجيش الكويتي، بالإضافة إلى وزارة الصحة. فقاعدين إن شاء الله نحط الخطط لا سمح الله في حالة أن تفشي هذا. كل اللي موجودين هم من الدكاترة والطاقم الطبي ولا؟ لا 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 طبعا شامل الكل، يعني احنا نقول جهة عملياتية بعد. نعم أكيد. لا شك أن في اليوم من الضباط أو الأفراد الموجودين يعني كانوا في دول موبوءة، شلون يتم التعامل معهم؟ احنا للأمانة يعني اليوم في هالحالة هذه والوضعية هذه اليوم العسكري زي نفس المواطن، يعني شلون نفس المواطن السيفيليان أنا قصدي، فجميع الإجراءات تطبق على الطرفين بنفس الطريقة، يعني ما نميز عسكري أو مدني، بالعكس الإجراءات سواء يعني من أي دولة كانت تطبق عليها الإجراءات المتبعة بالمنافذ. إذا كانت من الدول اللي مذكورة بالحجز المنزلي يكون عنده حجز أسبوعين منزلي، إذا كانت من الدول شديدة الخطورة يتجه إلى الحجر الصحي. بالضبط أخوي عبد الله، يعني هذا المطبق على الجميع إن شاء الله. حضرتك ذكرت أن لما طلبوكم وزارة التجارة وكنتوا يعني ما شاء الله عليكم لبيتوا النداء على طول، فهل هناك أمور أخرى في القادم من الأيام تم الاتفاق عليها، نواقص معينة تحتاجها الدولة؟ إي طبعا، يعني خاصة أصلاً إحنا اليوم شو المشكلة أختي غادة؟ إن اليوم حتى على موضوع الكمامات أو الموضوع المواد المطهرة، اليوم هذه المواد صارت سلعة مو دولة تطلبها، العالم كله قاعد يطلبها. فهذه اللي شوي معطيها الصعوبة، لكن الحمد لله بجهود الشباب المخلصين اللي عندنا من جميع الوزارات. يعني أنا لما قلت لك في اجتماع وزارة التجارة ترى العموم كان مشارك، يعني وزارة الخارجية كانوا مشاركين، عندك وزارة الشؤون موجودين، فأكثر من جهة كانت موجودة، فبتضافر الجهود إن شاء الله قادرين نوصل للشيء اللي نبيه بإذن الله. في أي نواقص مطلوبة منكم حاليا ولا؟ يعني النواقص اللي على قولتهم لغاية الآن الوضع مطمئن، يعني عرفت شلون، لكن احنا عارفين لوين راح نوصل، يعني هذه بس اللي هي شوي عدم معرفة الفترة الزمنية هي اللي صعبة شوية. نعم أكيد. يعني هيئة الخدمات الطبية لها دور توعوي خاص لمنتسبي وزارة الدفاع، لو بتكلم على دوركم التوعوي. للأمانة احنا بلشنا يمكن بتاريخ 4/2 عطينا أول محاضرة في هيئة الخدمات الطبية في مستشفى جابر الأحمد، وكانت المحاضرة تعريفية عن فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وطبعا مشاركة عدة جهات من الحرس الوطني ومن وزارة الداخلية ومن الإدارة العامة للإطفاء، وبعدها تقريبا بأسبوع أعطينا دورة بالتعاون مع وزارة الصحة إدارة منع العدوى الدكتور أحمد المطوع. للأمانة يعني شخص جدا راقي،
وبالعكس كان هو حريص فعلا يمكن معانا وازود. فعملنا ورشه عمل كيفيه انتشار الحد من انتشار العدوى، وكانت فعلا محاضره استفدنا منها للامان كطاقم طبي. نعم. بعدين انتقلنا الى المرحله الثانيه اللي هي مرحله السوشيال ميديا، او خلينا نقول احنا شوي التواصل الاجتماعي. فتدرجنا للامانه اخوي عبد الله، اول يمكن فيديو طلع بخصوص التعريف فيروس كورونا وطرق الوقايه. بعدين شفنا هلع الناس من سالفه الكمام. صح. عرف شلون يعني الكمام صار مطلب اكثر من اي سلعه ثانيه. فشرحنا للناس شنو وظيفه الكمام، ومتى انا استخدم الكمام، وهل انا لازم احتاجه ولا ما احتاجه. فتدرجنا شوي لغايه ما وصلنا الى الفيديو الثاني. طبعا في افكار جديده جايه ان شاء الله بالطريق، فمستمرين احنا في التوعيه والامور هذه. وفي شغله ثانيه يمكن انا احب اذكرها لكم يعني اليوم، يعني هيئة الخدمات الطبية والجيش الكويتي للأمانة حريص جدا 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 على 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 العموم. فعملنا فيديو مختصر احنا حتى للقوات الصديقة من جمهورية البنغلاديشية، وعملنا لهم للأمانة فيديو توعوي باللغة الخاصة فيهم، وسلمنا لهم عشان يستفيدون منه. نعم. ايش كثر اليوم مهم في المواقع العسكرية رغضة يكون موجود مثل هذه الإرشادات؟ وهل تم توزيع مثلا بروشورات معينة موجودة في المواقع العسكرية؟ احنا البروشورات موجودة الحمد لله، يعني عندنا بالمستشفى البروشورات موجودة وعاملينها يعني من قبل إدارة قسم منع العدوى عندنا بالمستشفى، موجودة على مواقع التواصل، وقاعد نحاول اندزها للمعسكرات والألوية عشان الكل يستفيد منها هذا اليوم، ويستفيد من طرق الوقاية والعلاج. ايش كثر التعاون بينكم وبين الدفاع المدني بوزارة الداخلية؟ للأمانة يعني أنا قلت لك إحنا في مثلاً خلينا نقول العمليات، في عمليات مشتركة بين بحيث أن تبادل المعلومات، فمستمرين معاهم يعني تقريباً على يمكن على مدى 24 ساعة. نعم. أكيد ذكرت رائد رضا عن الكمامات، عندنا إحنا موضوع التعقيم، فاليوم عندكم أكيد مجموعة من الأجهزة المعدات الخاصة، هل يتم تعقيمها بشكل يومي؟ هو مش يومي، انا اقول لك كل ساعتين يتم تعقيمها للامانه، يعني صحه الناس احنا حريصين على صحه الناس خصوصا اللي يدشون عندنا داخل المستشفى. شنو اهم المعدات او الموجوده عندكم؟ يعني احنا اليوم احنا مثل اليوم قسم منع العدوى هي الجهه المسؤوله عن تطبيق هذه الاساليب من التعقيم يعني للامانه، فهم عندهم العدوى في وزاره الصحه؟ لا عندنا احنا عندكم في عندنا، فهم اللي يعطون الارشادات والاولويات للطاقم الفني الطاقم الطبي في كل قسم او في كل جهه عندنا. انتم مكتفين ذاتيا؟ من اي ناحيه؟ يعني من الناحيه الطبيه بالنسبه لمنتسبي وزاره الدفاع؟ طبعا والله احنا شوف يعني احنا اليوم في على قولتهم كاكتفاء مكتفين، لكن ما شاء الله يعني العجله مستمره، التعيينات مستمره، وعلى قولتهم القادم افضل باذن الله ان شاء الله يا رب. اذا في رساله اخيره تحب توجهها للاخوه المواطنين من على شاشه تلفزيون الكويت؟ انا للامانه اول شيء احب اتوجه بالشكر حق القائمين على وزاره الصحه، يعني جهدهم يعني واضح، وهم محتاجين منا كل الدعم والمساندة بالوقت الحالي. وأحب أوجه طبعا الشكر إلى إخواني في هيئة الخدمات الطبية على المجهود اللي قاعدين يبذلونه، خصوصا المتواجدين 24/7 في مستشفى جابر، يعني جزاهم الله خير ويعطيهم ألف عافية، وهم طبعا دعم وسند حق إخوانهم في وزارة الصحة. يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور. شكرين. حياك الله. احنا راح نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية فقراتنا، فخلكم ويانا.
مشاهدينا راح نتوقف الحين هالدقائق وننتقل لاستوديو الأخبار لبث المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة السيد طارق المزرم، فإلى هناك ونرجع من بعده نستكمل بقية فقرات ليالي الكويت. تقوم إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة بدورها من خلال ضبط الأسعار في الصيدليات ومعاقبة كل مخالف ممكن يحتكر الأدوية أو المستلزمات الاستهلاكية والواقية من انتشار فيروس كورونا في هذه الأيام. للحديث عن هذا الجانب معنا الحين عادل السالم مدير إدارة تفتيش الأدوية في ليالي الكويت. أكيد فرقة ليالي الكويت ورجعنا نتواصل معكم مشاهدينا، ويسعدنا يكون معنا مدير إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة الأستاذ عادل السالم. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، يا أهلا فيكم. مساك الله بالخير أستاذ عادل، وسعداء بوجودك معنا، ويعطيكم ألف عافية على عملكم الدائم. ونبي نعرف إدارة التفتيش على الأدوية التابعة لوزارة الصحة، شنو طبيعة عملها حاليا، وأيضا الفرق اللي قاعدة تخصصها يوميا للذهاب إلى الكشف عن الأدوية والنواقص في الصيدليات وما إلى ذلك. طبعا إدارة تفتيش الأدوية تتبع قطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، تقوم في مهمتين أساسيتين. المهمة الأولى هي ترخيص الصيدليات وشركات الأدوية والمستودعات والمحلات والمستلزمات الطبية، والمهمة الأخرى اللي هي التفتيش على الأدوية في جميع الأماكن اللي تتوفر فيها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي. نعم أستاذ عادل، يعني في الفترة السابقة وصار لقط كبير على موضوع الكمامات، أنواع الكمامات، التلاعب في الأسعار. إحنا ودنا نتعرف على أنواع الكمامات بالأول ونعرف الفرق في أسعارها، وليش يعني وزارة التجارة سعرت كل كمام بسعر مختلف. نعم طبعا الكمامات انواع، في منها كمامات طبيه وفي منها كمامات غير طبيه، او اذا صح التعبير لها استخدام طبي او استخدام غير طبي. الكمامات اللي لها استخدام طبي والمعروفه خصوصا يعني في الفتره الحاليه تستخدم اكثر شيء، اللي هم يسمونها السيرجيكال ماسك او كمامات الفيس ماسك او الجراحيه اللي تجيب لونين اخضر وابيض اللي تشوفونها العاديه هذه، والنوع الثاني اللي يسمونه الان 95. الفرق بين هالاثنين ان الـ N95 يستخدم اكثر للفرق الطبيه اللي تتعامل مع المريض بشكل مباشر، لانها ادق ويعني قدرتها على تنقيه الجراثيم والميكروبات اقوى. اما الانواع الثانيه اللي موجوده بالسوق فهي انواع عاديه ممكن تستخدم لمنع الغبار، او يمكن تشوفون بعض الأحيان في محلات البناء تستخدم يستخدمها العمال وغيرها. صحيح. يعني الأشكال المختلفة من الكمامات اللي حضرتك ذكرتها، هل هي أساسا ضرورية للمواطنين والمقيمين أن هم يحطونها بشكل يومي أثناء خروجهم للعمل؟ طبعا يمكن لاحظنا الفترة السابقة صار ضجة كبيرة على موضوع الكمامات. صحيح. لدرجة أن قامت وزارة التجارة بتسعير نوعين من أنواع الكمامات. نعم. كون هذه الكمامات يعني ما تخضع للتسعيرة عندنا في وزارة الصحة، تم تسعيرها وكان الهدف منه منع التلاعب اللي يصير من قبل بعض التجار في زيادة الأسعار. لاحظنا مع بداية الحدث بدأت ترتفع الأسعار، فقامت وزارة التجارة وتدخلت على طول وسعرت. نعم. الكمامات هذه طبعا قمنا احنا كإدارة تفتيش الأدوية
بالتعاون مع مفتشين وزارة التجارة بالمرور على جميع الصيدليات لمراقبتها ومتابعة بيع الكمامات من ناحية الأسعار والنوعيات ومن ناحية حتى المخزون. يعني احنا نطلع حتى للشركات ومخازن الشركات نشوف لو عندها مخزون ممكن تحتكره بهدف انه والله تبي تزيد السعر او تخلي له فترة ان نفاذ الكمية ممكن هي تستغل الموقف. فكان يعني عندنا جولات تفتيش كبيرة بشكل يومي بحيث ان نراقب هالموضوع هذا. طيب استاذ عادل، يعني احنا شفنا ايضا اعتقد ان من طبيعه عملكم ايضا ان انتم تشوفون بقيه المكملات الغذائيه خصوصا الادويه او الفيتامينز اللي ترفع من المناعه، قاعده ترتفع اسعارها بشكل مبالغ فيه ايضا. طبعا شوف الادويه في وزاره الصحه جميعها مسعره، فما في مجال انه يتم التلاعب في سعر اي دواء. عندنا بعض الاصناف لا تخضع الى التسعيره، في اصناف لا تخضع الى التسعيره، حتى الفيتامينات في جزء منها مسعر وجزء منها للحين ما تم تسعيره. مع هذا احنا قاعدين نتابع الصيدليات بالذات ومحلات المكملات الاسعار، وقاعدين نسوي دراسة يومية. يعني أنا كل يوم يطلعون الفرق ويعطوني تقرير بوضع الأسعار، لو لقينا أي صيدلية أو أي محل بالغ في التسعيرة ممكن إحنا نروح نحاسبه. نعم. شنو أنواع المحاسبات اللي راح تصير، خاصة أنه يعني بعد أزمة الكمامات ممكن إحنا مقبلين على أزمة المعقمات بعد صراحة. طبعا شوف هني المسألة، بما أن هذه المواد لا تخضع إلى التسعيرة فما نقدر احنا يعني نعطي مخالفه قانونيه، ولكن ممكن نعطي اخطار ان خصوصا في الوضع هذا يعني الاستغلال يعني غير محبب. مثل ما احنا نشوف الناس المفروض الحين كلها تتعاون في تقديم الخدمات الصحيه للمجتمع، فالاستغلال يعني ما راح يكون لمصلحه احد. الجانب الثاني احنا نعطي توصيه الى قطاع الرقابه الدوائيه من خلال الوكيل المساعد عندنا، انه والله احنا عندنا بعض المواد نطلب في تسعيرها، مثل ما قاعد يصير الحين في موضوع يمكن المعقمات. يمكن الفتره اللي طافت كانت الضجه الاكبر على الكمامات، الحين انتقلت الى المعقمات بجميع انواعها السائله والجل. فلاحظنا ان بعض الاماكن بدوا يزيدون الاسعار، فعملنا دراسة قبل تقريبا 3 أو 4 أيام ومسح على جميع الصيدليات والمحلات اللي تبيع هذه الأنواع، وصدنا أسعارها وشفنا أن في بعض الجهات يعني بادية تزيد الأسعار، فراح نرفع التوصية واحتمال يتم تسعيرها للمحافظة عليها على أساس. شنو سبب عدم وجود أصلا تسعيرة لبعض الأمور خصوصا في مسألة الصيدليات وأدوية سواء كانت فيتامينات أو أدوية عادية؟ طبعا التسعيرة هو شنو الهدف من التسعيرة؟ الهدف أن يتم تسعير الدواء كون مادة أساسية للمريض على أساس أن لا يتم تلاعب بالأسعار، وتكون في يعني في مقدور أي إنسان يقدر يشتري هذه الأدوية. أما الأشياء الثانية اللي هي غير أساسية بس هي مهمة أيضا لصحة ووقاية الإنسان، يعني كمكملات غذائية وكفيتامينات. يعني هذه تعتبر مثل ما أنت تفضلت هي مكملات وليست أساسيات، ولو أن الحين وزارة الصحة بدأت تسعر المكملات. يعني المكملات إحنا قاعدين نمشي فيها بالتدريج وتم تسعيرها شوي شوي، لكن إذا ني مثلا على موضوع المعقمات، المعقمات يعني قبل فترة ظهور الفيروس تعتبر مادة يعني ما هي أساسية، تستخدم في حالات معينة ونحن نشوفها تنباع بالجمعيات وهي متوفرة وما فيها أي مشكلة، ولكن استغلال الظروف اللي خلت يعني في حاجة كبيرة لها خلت الناس تتوجه لها بشكل كبير وزاد الطلب عليها وقل العرض، لأن مثل ما أنتم عارفين اليوم حتى الشركات الموردة ما عندها الكمية الكافية أن تورد لكل الدول. الموضوع صحيح. صار عالمي يعني مو بس على الكويت. اليوم كثير من الشركات لو ندخل مخازنها نلاقيها فاضية، ما فيها معقمات ما فيها كمامات. للعلم ترى حتى الأسعار بدأت تزيد برا الكويت، يعني الشركات اللي تصنع بدأت تزيد الأسعار لأن زاد الطلب عليها، وهذا راح يأثر على جميع دول العالم.
نعم. إذا نتكلم على دوركم في إدارة تفتيش الأدوية بالتراخيص الخاصة للصيدليات، يتسع دوركم لهالشيء؟ نعم. تعطونهم هذه التراخيص؟ نعم. هل في تسجيل أونلاين لهذه الصيدليات؟ حاليا احنا بدينا من تقريبا سنة إصدار تراخيص مزاولة المهنة للصيادلة العاملين بالصيدليات أو شركات الأدوية أو المستودعات، يتم تقديم الطلب أونلاين ويتم دفع الرسوم أونلاين وإصدار الترخيص أونلاين، فبدت يعني العملية تكون أسرع وأسهل، حتى المراجعين ما يونا الإدارة مثل أول، وإن شاء الله عن قريب راح يتم إصدار تراخيص المنشآت اللي هم الصيدليات والشركات والمستودعات والمحلات أيضا أونلاين، فهذا راح يعني يضيف إلى الخدمة كنقلة نوعية. في فترة ماضية سمعنا كثير من المشاكل اللي حصلت مع الصيادلة وقوانين للصيادلة، هل حضرتك على معرفة وبينة بهذا الموضوع؟ تقصدين شنو؟ كانت في لوية جدا على القوانين الخاصة بالصيادلة وتنظيم العمل في هذه الصيدليات. كان الفترة السابقة موضوع الجمعيات التعاونية، قانون مهنة الصيدلة السابق كان يعطي حقية للصيادلة الكويتيين هم يطلعون تراخيص صيدليات والمستشفيات الخاصة اللي عندها أكثر من 50 سرير، وعطى حق استثنائي للجمعيات التعاونية. طبعا يمكن تعرفون قبل، لو نرجع قبل 20 سنة وأكثر، كان عدد الصيادلة الكويتيين قليل جدا. نعم. الحين ما شاء الله تعدى عددهم فوق 1000 و1200 صيدلي أو أكثر بعد، فصار في وفرة من الصيادلة، فارتأى القانون يعطيهم فرصة للعمل بشكل أفضل بالقطاع الأهلي بالإضافة للقطاع الحكومي، فتم تعديل مادة في القانون وسمح للجمعيات أنها تفتح الصيدليات، ولكن بشرط أن يكون الترخيص باسم الصيدلي الكويتي. نعم. أكيد اليوم لكم رسالة تحب توصلها أستاذ عادل من أكيد مركزك في إدارة تفتيش الأدوية وزارة الصحة، وأنتوا في وزارة الصحة اللي قاعدين يعني تشتغلون على مدار الساعة في خدمة المواطنين، شنو الرسالة تحب توصلها للمواطن والمقيم على أرض الكويت؟ والله بما أن احنا الحين في الحدث المهم هذا اللي هو موضوع الكورونا والذعر اللي صاير عند الناس نشوفه، أنا بس أحب أطمن الناس أن يعني وزارة الصحة أمانة قاعد تبذل مجهود كبير، ويمكن الكل قاعد يشوف، ودولة الكويت يعني اللي لاحظ المؤشرات يعني قاعد تحتوي الموضوع بشكل جيد جدا، فالناس المفروض بدال ما يعني ياخذها الخوف اكثر، احنا ودنا نوصلهم رسائل توعويه في المواقف الصعبه مثل هذه، العمل بحكمه وبشكل علمي خصوصا بالتعامل مع هذا النوع من الامراض هو اللي يحميهم من الخوف. يعني مثل ما قلت من ساعه موضوع الهلع في طلب الكمامات والمعقمات مو هو اللي راح يحمي الانسان من المرض بشكل كامل، هو احد الوسائل صحيح، ولكن منظمة الصحة العالمية والخبراء يقولون أن غسيل اليدين بالماء والصابون يكفي، حماية أو ابتعاد الشخص عن الأشخاص المصابين هو الأساس، الكمامات والمعقمات تستخدم في حالات معينة فعلا لها احتياج أساسي. بس نقطة أخيرة ودي أضيفها، كثرة الطلب على هذه الأمور راح يكون له أثر عكسي، لأن كثرة استهلاكها راح تقلل توفر هالمادة في الأسواق. نعم. وفي ناس تحتاجها خصوصا العاملين بالمستشفيات والطاقم الطبي اللي هو على تعامل مباشر مع مريض، فلو نقص عليهم قصت هالمواد راح تصير مشكلة، راح تصير مشكلة على الطاقم الطبي، وهني راح تكون الكارثة، كونوا هم الخط الأول في حماية الناس من هذه الأمراض. نعم. عسى الله يوفقكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا على وجودك معنا، حياك الله. أكيد. إحنا راح ننتقل معكم مشاهدينا إلى فاصل قصير، ونرجع نتواصل معكم في ليالي الكويت.
أرواحنا سورها. أغنية الأمس رأيناها معكم شعار اليوم. شكراً لكل لبنة عاملة في بنيان هذا السور، لكل هذه الأرواح المخلصة من العاملين في الميدان. نثق بكم كفاءة ونطمئن معكم إخلاصاً وأمانة وتضحية. معاً نهزم كورونا بعون الله. تحرص وزارة الإعلام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد على نشر مجموعة من الفواصل التوعوية في مجموعة من الأماكن من خلال العرض على الشاشات في مطار الكويت الدولي والجمعيات التعاونية ومحطات الوقود. حياكم الله معنا من جديد. وصلنا الحين لفقرتنا الأخيرة اللي راح نختم بعدها حلقتنا الليلة، ومعنا هذا الاتصال من الدكتورة ريم الرضوان مدير إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة. مساك الله بالخير دكتورة وحياك الله. مساكم الله بالنور، حياكم الله، هلا فيك أختي غادة. حياك الله دكتورة. بداية حابين نتأكد ونتعرف على مخزون الدم اللي موجود عندكم حاليا. طبعا ما يخفى عليكم مع الأوضاع الحالية من انتشار الفيروس في الكورونا، هذا أثر كبير، لا أثر كبير على مخزون الدم. فإحنا المخزون اللي موجود عندنا يغطي الكويت كلها، وعبارة عن جزئين، جزء الطوارئ وهذا اللي دائما هو موجود وبإذن الله يعني ما رح مرفوع حق أي طارئ يصير بالكويت. أما الجزء الثاني اللي نصرفه للمستشفيات اليومية، فهذا للأسف عقب العطلة ومع وجود الكورونا الناس متخوفة إن هي تيجي بنك الدم والتبرع، وخصوصا لما النداءات يعني اللي عن التجمعات والأشياء هذه، ففقدنا كثير من حملات التبرع اللي دائما احنا نطلع فيها للمؤسسات والشركات. نعم، يعني انتم في حاجة حاليا، وهل هناك امان بالنسبة للمتبرع انه يروح ويتبرع بدمه؟ والله طبعا يعني عملية التبرع بالدم ونقل الدم يعني عملية آمنة جدا ولا تنقل الكورونا، حتى تكون صورة واضحة. نعم. يعني المتبرع لما أي بنك الدم احنا حطينا اللي هي الديتكتور مع الحرارة، كاشف الحرارة حتى وطبعا في كل الموظفين والمتبرعين إذا يطلبون في ماسكات، في غسل الأيدي، في المعقمات، فالعملية جدا آمنة. والحاجة للدم متواصلة على طول، يعني مدام في مرضى بالمستشفيات وفي عمليات جراحية تجرى، فالحاجة متواصلة للدم. نعم. يعني والدليل على هذا جزاهم الله خير، في ناس وايد يعني وهيئات كثيرة خلال هالأسبوع نظمنا معاها حملات، بس نلاحظ إن ما هو الإقبال اللي من الأول إحنا اللي متعودين عليه. نعم. يمكن دكتورة في تخوف، إحنا مثل ما قلنا، لأن بعض الناس تقول إن الإجراءات اللي يعني تتم فيها عملية نقل الدم ممكن تكون يعني حساسة في هذا الوقت، فما مدى صحة الكلام؟ لا، عملية التبرع بالدم آمنة جدا ولا لها شغل بالكورونا، يعني لا هي راح تنقل الكورونا ولا المتبرع في خطر للكورونا. بس نقص المتبرعين يجي من عدة عوامل، يعني احنا تماشيا مع توصيات العالمية في امور جديدة حطيناها، ان اي واحد مسافر برا الكويت لا نرده ونقول له تعال عقب 28 يوم من دخولك للكويت كإجراء احتياطي،
يعني هذا قلل عدد المتبرعين حتى لو يجونا. ايش معنى 28 يوم؟ انتم تاخذون فحص؟ لا احنا ما ناخذ فحص، هي اربع اسابيع اذا ما كان يشكي من اي شيء ثاني. يعني إيه هو مسافر وراد. بالاول طلعنا تعميم انه يكون لدول معينه، بس طبعا الحين واضح انتشار كورونا بالعالم كله، وطرق السيطره على التنقل بالجو والسفر جدا صعب، فغيرنا التعميم الى تعميم بصفه يعني عامه 28 يوم عن اخر سفر خارج الكويت. نعم. بالاضافه اذا كان الشخص مخالط لاي مريض للكورونا او مشتبه بالكورونا بعد الاختلاط 28 يوم يلا نقبله للتبرع. طبعا هذه اجراءات احتياطيه وماخوذه من منظمه الصحه العالميه. هذه اثرت زياده بعد ان حتى لو المتبرعين يجونا يقل التبرع. بس دكتورة مو الأفضل أو اختصارا للوقت أن أنتم تسوون لهم تست للدم وتعرفون إذا موجود الفيروس أو لا؟ حاليا ما في تست حق التبرع بالدم. يعني التست اللي موجود اللي هو للمسافرين هذا يختلف. هذا يختلف. ما يصير على كيس الدم. الفحص الثاني هي مسحة من الأنف أو مسحة ثانية. إحنا لا نفحص على الدم نفسه. نعم. فحاليا مو مطلوب. متوفر يعني ولا مو مطلوب هذا الفحص. نعم يعني حاليا إذا في شخص يعني جاي من برا الكويت ينتظر 28 يوم قبل يوصل إلى بنك الدم للتبرع، وإذا الأشخاص موجودين بالكويت في فحص يتم أكيد قبل أخذ الدم. نعم نعم في إن شاء الله. بس أحب أذكر إنه يمكن طبعا. الحين هالأيام تشوفون يعني بوسائل التواصل إن المناشدات لأهالي المرضى قاعد تزيد، وهذا يعني إحنا نبي أهل المرضى يتعاونون معنا في هذا الشيء، لأن بهالطريقة قاعد يبون لنا متبرعين زيادة. يعني إحنا كل مرة نقول إن هذه المناشدات تكون بس شخصية من أهل المرضى، الحين إحنا محتاجين وقفة المجتمع معنا، إن إذا في مريض يحتاج دم أنتوا ساعدونا وإحنا معاكم بوزارة الإعلام والبرامج الأخرى والطرق الأخرى ووسائل التواصل الاجتماعي قاعد نحاول نشجع الناس على التبرع. بس فعلا هذا وقت جدا صعب علينا بنك الدم، إن عدد المتبرعين قليل جدا بالنسبة للأيام السابقة. إذا نحن نشجع الناس اللي ما سافروا إن هم يكونون موجودين للتبرع بالدم كثر ما نقدر، نحاول إن احنا نغطي هذا النقص. شكرا جزيلا لك دكتورة ريم على وجودك معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق يا رب. الله يعطيكم العافية، وأحب أشكر الجهات اللي نظمت معنا حملات تبرع خلال. وحياكم الله، تعالوا عندنا وزارة الإعلام جيبوا سيارتكم ونتبرع إحنا بدمنا. إن شاء الله إن شاء الله نرتب شيء من هالنوع بإذن الله. حياكم الله. أكيد دكتور مشكورة. حياكم الله، تصبحون على خير. وانت مع السلامة. وصلنا للختام عبد الله. ختام حلقتنا اليوم، إن شاء الله تواصل مستمر على مدار كل الأيام الجاية. إن شاء الله راح نكون معاكم يوميا في ليالي الكويت، ننقل لكم الأحداث أول بأول. نشوفكم على خير في الغد ومع السلامة. تصبحون على خير في أمان الله.